اجي اللي وعدتيني عمرك ما تخليني اجي. السلام عليكم حبابي ومتابعين ديالي، معكم مروان سلموني، مرحبا بكم في هذا الانترفيو. العمل ديالي انا كونترول في واحد الريستورون. اول مره بديت الموسيقى بديتها في الليسي، كانوا كيتنظموا حفلات ديال اخر السنه وكنت كنغني فيهم. كان عندي ديك الساعه شي 20 عام، كنت غير كنغني. ومن بعد احتاجيت شي انسترومون واختاريت الجيتار. الفكره ديال الجنبري بحكم المدينه ديالنا كتعرف بداك التراث الشعبي، كيعزفوا على آلات الوتار، و صافي وبدات البدايه ديالي. اغنيه اجي كتبتها بالضبط حدا الوالده عندي، هي كتخيط وانا كنكتب فيها وتلحن، وديك الساعه بديت كنغني فيها بالجيتار وعجبتها واحد الجمله وكملتها. تقريبا دابا شي 7 سنين دابا باش كتبتها ولحنتها. الظروف اللي خلاتني باش ما نسجلش حتى اغنيه، حيت هذه اول اغنيه ليا في المشوار ديالي. الظروف بحكم المدينه ديالي اليوسفيه صغيره وما فيهاش دي ستوديو بروفيسيونيل وما فيهاش وما كانوش حتى الامكانيات في ديك الساعه. والحمد لله دابا تلاقيت مع ناس في مدينه مراكش اللي عاونوني ووقفوا معايا. الفكره جاتني باش نتعامل مع خويا رضا وباش يوقف جنبي. هو امن بيا في الاول، سمع الاغنيه وسمع صوتي وصراحه دار فيا الثقه، او حتى انا درت فيه الثقه، وقلنا علاش لا نديرو يد في يد وننجحوا هذه الاغنيه دي ان شاء الله. العمل مع رضا صراحه زوين بزاف وتعلمت منه بزاف، هو بروفيسيونيل وديجا سابقني لهاد الدومين بسنوات ضوئيه، داكشي علاش اختاريته. وزوين الخدمه ديالو زوينه ومريحه وما كتلقاش معاه شي مشكل، يعني تحترم الكبير والصغير واللي عارف واللي ما عارفش. هاد النقطة اللي مهمة بزاف، حيتاش نفس الكاركتر ديالو هو الكاركتر ديالي، مسطعي في نفس الوقت وفي الخدمة نيشان، يعني التفرويح ديالو صراحة حبيته وعجبني، داكشي علاش ارتاحينا مع بعضياتنا. درنا التورناج ديال الكليب، درناه في اكافاي بالضبط، كاين في مراكش واحد النواحي ديال مراكش، واحد البلاصه سميتها اكافاي ديسير كامب. صراحه الفكره هي كيف ما قلت لك من الاول، الناس كيتعاونوا معايا والناس كيامنوا بالموهبه ديالي، وكل واحد صراحه ساهم بداكشي اللي كيعرف. التورناج ديال الكليب صراحه داز بالزربه، حيتاش ما كاينش، كاين واحد العامل ديال الوقت وحتى العامل ديال الناس اللي تعاونوا معايا، حتى هما خصهم يرجعوا لديورهم وبحكم هذيك بلاصه بعيده، دونك حاولنا نديروا كل شيء في نهار واحد. دونك بدينا في الصباح وسالينا في الليل، والحمد لله كل شيء وصل بخير وعلى خير، وكل شيء داز ناشط بابسط الامكانيات. رجاء الصيفي تلاقيت معها مع مجموعه الاصدقاء، صراحه ما كنتش كنعرفها، ولكن من تما بدات الصداقه ديالنا تقريبا شي 5 سنين دابا، بحكم انها هي ديجا مانكا وديجا موديليست، هي اللي جات لي في بالي واللي جات لي بانها غادي نعيط لها ما غاداش ترفض. كيف ما قلت لك بحكم هي انها ديجا مانكا وديجا عندها تجربه في لي شوتينغ وفي المانكا، ما لقيتش معها مشكل، وحتى المخرج حتى هو ما لقاش معها مشكل، يعني بالعكس هي تتعطينا افكار وتتعطينا بزاف د الحوايج استفدنا منها بزاف. رضا صراحه خدم معنا بزاف، يعني منه المخرج، منه اللي صوب الموسيقى، منه ارشادات، منه كل شيء، يعني تفكر في الماكله، تفكر الدراري اللي خدامين معنا شنو غياكلوا، يعني تقريبا صراحه وقف معايا وقفه رجل واحد. اللي ما عجبنيش فيه هو ماشي انا اللي ما عجبنيش فيه،
يعني الناس اللي ما كيعرفوش اللي معانا هما اللي ما غيعجبوش، حيت بعض المرات تيتعصب، بعض المرات تيغوت، بعض المرات هذا، ولكن انا كنعرفو مزيان داكشي علاش ما تقلقش منه. ولكن الناس اخرين فاش وصلنا تقريبا نص ديال النهار اللي وحنا خدامين عاد بداو كيفهموا الكاركتر ديالو، مي كلشي كيعجبني فيه صراحه. اوف اوف واش بغيتيني نقول؟ واخا نهضروا في هاد المواضيع هادو انا عارفو ما غاديش يتقلق. كيف ما قلت لك ما تيعرفوش الكاركتير ديالو، ما تيعرفوش كيفاش داير، دونك ملي تيغوت عليهم هو راه غير تيغوت عليهم، تيسحبهم ما سمعوهش، ما عنده مشكل ديال السمع، داكشي علاش ما تيفهموش وما تي اغنيه اجي الهدف من ماشي الهدف منها هو كتهضر على الخيانه. دونك كنقول في واحد الجمله اجداني القرع نمشط له الراس، يعني اجداني الحب، اجداني الحب حتى يوقع لي هادشي كامل. غادي نخلي الجمهور هو يكتشف. اول حاجه كنعطيها للجمهور العزيز على قلبي صراحه، واللي مساندني من الاول واللي متعطش باش انه يسمع، وثاني حاجه اللي مشى الله يسامح. كنوجه تحياتي الكبيره للمغاربه كاملين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن والمغرب العربي كامل، وان شاء الله تنال اعجابكم هذه الاغنيه. سلام، سميتي رجاء وكنيتي الصيفي. العمل ديالي انا كنخدم مانكا وكندير بوغ لانستون لي شوت، كندير لي كولاب. نورمالمون انا بنت اسفي وبديت هادشي مني جيت لمراكش هادي 3 سنين. اللقب اللي ديت هو بروميير فيناليست ميس مراكش 2021 و2022، ديتو في اكزاكت في لو موا 10. كان أول لقب اللي حصلت عليه إقليمي في مراكش وإن شاء الله يكون دولي. بديت نورمالمون هاد الدومين بديت فيه شحال هذا، وكنت بتنحصل على واحد الحاجة اللي هي كتكون ملموسة، وحصلت على واحد الشهادة اللي هي هاد الشهادة اللي كتعترف بلا بروميير فيناليست ميس مراكش اللي خديت، وكنظن درتها في حياتي هي لو بروميير ايتاب باش ندير حوايج اخرين من بعد. واخا كنت قبل ديجا كنت خدامه في هذا الشيء، مي بحال قلتي بحال واحد الانسان خدام في شي حاجه ماشي هي رسميه، يعني ما عندوش شي حاجه باش خدام. اغنيه اجي اللي هي كانت بالنسبه ليا سوربريز، اللي هي انا كان في علمي ان مروان كان كيحضر لها مشحال هادي، وكان خصو شويه ديال كيف كنقولوا شويه ديال الاراده شويه ديال العزيمه ويبداها، ومني سمعته بداها فريمون عجبني انه باغي يدير واحد الخطوه وباغي يدير واحد الكليب اللي هو انا اصلا تنط ليه وعجبني بزاف. وبيان سيغ راه الناس غادي يتفرجوا غايشوفوا غايكون داكشي اللي متبع مروان واللي متبعني واللي متبع الناس كاملين، يعني احنا كنهضروا على هذا الكليب مني غادي يتلونسا غادي يعرفونا، واخا كاع نقدروا نهضروا عليه ما غاديش نهضروا على الجماليه ديالو اكثر ما يشوفوه الناس وغايقولوا على الجماليه ديالو. الاخ مروان هو تعرفت عليه على طريق اصدقاء، كنت كنعرف ناس كيعرفوه، وعلى طريق هذوك الاصدقاء تعرفت على مروان، وكانت معرفه زوينه ومعرفه كتشرف كيف كيقولوا حنا المغاربه، معرفه صداقه تشرف. نهار قبل من الكليب نورمالمون انا كنت عارفه الكلمات، كنت عارفه اللحن كيداير وداكشي ديالو، بقيت كنتخيل شنو نقدروا نديروا على قبل هاد الكليب باش يكون في احسن مستوى. رضا صداد لي واحد الروح مرحه، كما كيقولوا تا هو الصدقه ديال الصدقه الشريفه كتجيب لنا الشرفاء، لي هو من هاد الناس. وصراحه كنقول ليه من هاد الانترفيو تبارك الله عليك السير هذا،
وكان حب هذيك الروح اللي فيك المريحة لأن هي اللي كتشجعنا وكتخلينا أن نمثلو إحنا مرتاحين نمثلو إحنا يا ما حسينش بشي حاجة سميتها راه غادي نغلط راه غادي ندير شي حاجة ماشي هي هذيك يعني هادشي اللي كاين. الصراحة ما تعذبتش في الكليب حين كي يقولوا ديجا أنا الصديقة ديال مروان يعني كنعرفوا كيفاش كيفكر كيفاش كيتحرك كيفاش يعني كيفاش زعما باش نكونوا متجانسين في الدور خديت هالطاقة من مروان لأنني كنعرفوا وكنظن هاد السؤال الصراحة غادي نخليه المتتبعين اللي هما واش غيشوفونا واش كنا في الحسن في الحسن الصوره دي في احسن صوره في التمثيل ولا شي حاجه اخرى. كان هدي هذا الكليب للناس اللي متابعيني واللي كيشجعوني وتحيه لكم من هذا المنبر والناس ما نساوش الناس تاع مروان اللي هما متبعينا وتبعونا بجوج وكنا كنحطوا دي ستوري ومشجعينا بدي كومونتير زوينين والله يعاونكم وداكشي غيكون زوين ويعني كانوا صراحه الى المتتبعين ديالو للمتتبعين ديالنا ديالي كانوا متابعين معنا خطوه بخطوه. ومن هذا المنبر كنقول لكم باي باي ونتشوفوا ان شاء الله في انستغرام وسير يوتيوب وسير فيسبوك وسير تيك توك وتسناو الفيديو كليب وخليو لينا تعليق زوينه كتشجعنا. شكرا. السلام عليكم وسلام على الاحباء والاصدقاء كاملين. رضا صداد من مدينه الدار البيضاء. أنا أول حاجة عائلة كلها موسيقية وبحكم ملي كنت باقي صغير وأنا كنلعب موسيقى وأول مدينة هربت ليها ملي كان عندي 14 عام هربت مدينة مراكش جلست فيها شهر ومن بعد هربت مدينة أكادير اللي دوزت فيها الأيام زوينة مع التوريست. من أكادير مشيت بحالتي لألمان ودوزت فيها مدة كبيرة ديال 16 عام وعندي واحد اكسبيريونس ما قدرت مع لي زالمون مع لي زامريكان وليت كنخدم في الميدان ستوديو ميدان لي زارونجمون بحكم الاكسبيريونس تاع الموسيقى وليت كندير كومبوزيتور ارونجور. وبصراحه مروان السلموني اول خطره تلاقيت معاه كان جا عندي هو والاخ ديالو بغا يسجلوا عندي واحد الكوفر ديال واحد المغني مشهور سجلتو ليهم وعذبتهم وعذبوني هذاك النهار. اتصل بيا واحد النهار مروان قال لي عافاك بغيت نشوفك تسويت انا غادي نجي لمراكش ويجي عندي قال لي عندي واحد الاغنيه بغيت نسجلها وما عنديش فين نسجلها وبغيت تسجلها ليا ودير لي لارونجمون قلت لها بك الراس والعين. اول خطره قلت لي غتغني لي الاغنيه كيف ما كدير مع الناس كاملين جا حط لي التيموان قلت لي غتلعب لي بيديك وغادي تغني لي بدا كيلعب وكيغني وانا كنسجل فيه. ابخي هي كيف ما كتعرفوا رضا صداد ما عمرو ما لعب العربيه متجه بزاف الموسيقى الجاز الصول الفرق دونك كيلعب غير غربي واول خطره غادي تجيه اغنيه بالعربيه وقال لي ماذا لا باش الاخ مروان غنديروا واحد كوكتيل العربيه اللي هي شعبيه وداخل فيها الغربي دونك قال لي هذه الفكره اللي جاي عندك بها انايا ما بغيتش شي حاجه تكون كدور في السوق سو كيفاي الشعبي مع الغربي الوغ داك يحط لي التيموان غير حط لي التيموان وانا بدعت في الاغنيه دونك ابري بديت كنبدا لي زارونجمون ما حدي كنبدا غادي 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 كنطور في الاغنيه ما حدي كنحب اكثر هاد الاغنيه. مروان هو في حقيقه واخا نقولوا مغني مبتدئ ولكن عنده الاكسبيريونس بارك الله عنده لافوا زوينه عنده لا تكنيك واعره زعما ما تمحلش معاه في الوقت ديال التسجيل ولا كنت كنقول ليه قول كيحطها ليا ما كانش عندي معاه مشكل.
انا اختاريت هذا الريتم هذا وهاد لي زاكور اللي هما شي شويه كثار، واخا انا عارف بان الجمهور المغربي ما عندوش كثر الموسيقى كثر من الغناء، وكثر ما كيتعمقش بزاف في الموسيقى، كيتعمق بزاف في الكلمات. دونك هنا درت واحد الميلونج الموسيقى يتعمقوا فيها الناس اللي كيعرفوا الموسيقى واللي باغي يشطح واللي باغي يبكي واللي باغي يضحك، وخليت الكلمات الاحمروان وبياسير الجمهور ديالي تاعنا. الكليب كيف ما كتعرفوا في بك تغني شي اغنيه ولا كتكون كديرها لي زارونجمون كتبدا تخدم هذيك الاغنيه، وديك الساعه كتبقى تخيل كيبداو يجيو ليك دوك كتبدا تشوفوا اغنيه كتشوفها كشكل فيلم او لا كيما كنقولوا ليه كليب. جلس انا ومروان ومخرج اللي هو عصام، جلسنا بثلاثه في القهوه، انا بديت كلمه تبعني مروان تبعني عصام، بقينا غادي حتى حطينا واحد الاستوار الاستوار اللي طلعت رائعه. وداكشي جيت انا للدار كتبت لها السيناريو رابيدمون، وقلنا نهار السبت غادي نمشيو نتورنيو رجاء صيفي. اول خطره كنشوف بنت اللي تبارك الله عندها بزاف تاع المواصفات، اللي منهم الوصفه الاولى غزاله تبارك الله، ثانيا اليب مالكا توب موديل ديال مراكش، وفهاد المنبر كنقول ليها برافو فيليستاسيون، ونتمنى لها ان شاء الله تكون ميس المغرب. لماذا لا؟ حيت انا عارفها تقدر توصل لها ان شاء الله. الوصفه الاخرى محاربه، يعني كتحارب وكتقاتل، كيف هذيك كنقول ليها طلعي لواحد في التورناس، طلع لواحد بلاصه طلعت ليها انا تخلعت بلاصه رجليات ترشاو، ولكن هي طلعت بالطالون وبالصايق وما عرفت كيفاش دارت ليها تبارك الله، زعما شابو ليك رجع. واحد الوقيته لاحظتها بدات كتقلق وطاح عليها الطين، وجيت عندها قلت لها مالك ياك ما قلت لها عاد كنفكر واحد اللقطه كيفاش غندير ليها، وبقات هي كتخرج الابداع من عندها. دونك سكي فيها هي الوصفه الرابعه كتبدع من عندها. نهار ديال التورناج مشينا لاكافاي بجوج تاع البوس غادي ناشطين محيحين، بعدا من 6 الصباح غادي ديجا محيحين. وصلنا درنا الميزون بلاس، درنا واحد الريونيون اللي كان خصو يتدار، و اون ميم طون تعرف على ليكيب كلها. و فهاد من البركة نشكر كاع الدراري اللي وقفوا معنا واللي خدموا معنا وتبارك الله عليهم كلهم. انا في حقيقة حتى شي حاجة ما كنديرها بالعاني، اي حاجة كتخرج ليا كتخرج بالطبيعة ديالي. وشحال من واحد كيتحابوا واش انا كنشرب وكيقول تخين هذا وقيل عاوتاني سكر وبدا كيدير لنا هاد الروينات، وانا راه تنشربش ما كنشربش عباد الله. و اون ميم طون كتبان ليا هي مهمه بزاف، حيت الموسيقى والتورناج كله كيخصو لومبيونس، الا ما كانش داك لومبيونس ما عندنا من نديرو، ما غاديش نكونو حنايا كنسجلو فواحد كنازه، حنا كنسجلو فواحد اغنيه اللي هي رائعه فيها الشطح، تقدر تشطح عليها، تقدر تمزك ليها، تقدر تهديها لاي واحد. ودونك سي بور سا انا كتخرج ليا بالطبيعه ديالي، كنكون ترو اكتيف بحال ضرب الكفته ديال الجمل. الحقات اغنيه اول واحد كنهديها ليه هو الاخ مروان، علاش؟ حيت دار فيا الثقه وغامر تغامره كبيره. علاش؟ حيت كيما كتعرفوا في الصعيد الوطني ولا في لو مارشي ديال 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 الموسيقيين في المغرب، دوك لي ستار هما كلهم كيامنوا بواحد الاغنيه بواحد الريتم، وكلشي كيدير في حاله. مروان بغى يختار شي حاجه مغيره، دونك دار فيا الثقه وجا عندي وكملت انا وياه من طقطق حتى السلام عليكم. الوقت اللي خدات بحقيقه واحد على الاقل واحد 6 شهور دابا، اللي فيها لي زارونجمون، فيها لو ميكساج، لو ماسترينغ، الكليب، المونتاج. الحمد لله زعما خدات الوقت، ولكن غادي تشوفوا الريزولتا ان شاء الله.
تالي كان هدي هاد الكليب والأغنية للأصدقاء الموسيقيين، علاش؟ حيت فيه بزاف الحوايج الداخل اللي لا بغي فريمون ما تكونسونطريتيش معاهم وما كانش عندك الأذن الموسيقية ما غاديش تسمعيهم. دونك كنتمنى تسمعوا كلشي وتحضيو مع الصوت ديال خونا مروان، وتحضيو مع شطيحات ديال الأخت رجاء، وتحضيو مع الموسيقى ديال أخ الرضا. بيس الله. أجي نهار لحد ما تمنية الليل شوفك لي أجي 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 اللي وعدتيني عمرك ما تخليني أجي.